لازمة أكيد. أنا ما بحتاج ريجينيرا. الريجينيرا هي الحالات المتقدمة من تساقط الشعر أو تساقط الشعر اللي تابع للحاصة الذكرية أو تساقط الشعر الأندروجيني بسبب الارتباط بمستقبلات التستوستيرون على جذر الشعرة. أما البلازما هو للحالات الخفيفة، بعمل على إعادة حرارة البشرة بالوجه، كمان لتساقط الشعر بالفروة. هلا ممكن يكون عندنا تساقط الشعر بسبب المياه الموجودة، يعني في أسباب خارجية، السشوار، الشامبو، الناس بالمجمل اللي بتستخدم الصبغات، وفي أسباب داخلية، ستريس بنحطه آخر سبب، وأسباب ثانية ممكن تكون أمراض. فقر دم، النساء عندهم دورة التوطية البيريود بعد الحمل، بعد الولادة، بعد العمليات الجراحية، فعادة ممكن نحكي للبلازما. أما الريجينيرا فهي بتعتمد، في فرق بين مبدأ البلازما بتعتمد على بليتلت ريتش بلازما صبيحات موجودة بقلب عوامل النمو. أما بالنسبة للريجينيرا لا، بناخذ قطعة وبتعتمد على ستيم سيلز. هلا بالنسبة للريجينيرا بقول لهم مرة بالحياة، هي لا أكيد مش بنعمل بس مرة، ممكن بعد ما نعملها مرة ننتظر 6 شهور 7 شهور، وممكن نعملها بعدها ثاني مرة، وخلال أول مرة ممكن نعمل بلازما، ممكن نعمل مع البلازما فيدوثيرابي، ممكن نعمل ستيم سيلز. هاي تقريبا بالمجمل صرنا حاطين كذا فيديو عن الريجينيرا. وشكرا. شكرا لك كثير. شكرا أقوان. شكرا.